طيب صباح الخير من جديد. احنا دقنا الاشي الزاكي شابوري كثير. ايه اخذت شابوري كثير زاكي صراحه عن جد. يسلموا ايديك. يسلمي. ومع الشاي كمان بصير اسكى. ما بنشهي الكل يعني، لازم تعملوها بسيطه، ما بدها كثير لذيذه. ما بدها كثير شغل. لا طيب هلا ايش نسوي؟ الحلو اللي بدل الزيتون. طيب قبل ما نذكر بالحلو بدنا نذكر بالمسابقه. باي يوم يعرض برنامج طب غير؟ الاحد او الاثنين او الثلاثه. طبعا تبعتوا لنا برقم الاجابه. شو فكرك رقم الاجابه؟ هم انا مش عارفاهم. قولوا لي 1 2 3 2 2. اه طيب تبعتوا لنا اس ام اس، هي رقم بين قدامكم. ما في كثير وقت يعني، كمان شوي رح تخلص الحلقه ورح نعلن عن اسم الفائز واللي بعت لنا اس ام اس. طبعا هلا بنعلن او بنحكي المقادير. يلا نبلش بالمقادير لحلو التمر والجوز. بنحتاج لواحد باكيت بسكوت دايجستيف، 100 جرام زبده، ملعقه واحده صغيره قرفه، كوب واحد تمر، كوب واحد جوز، كوب واحد لوز. كتير. واحد نص ونص. واحد ونص كوب شوكولات شيبس، وملعقة واحدة أو علبة واحدة عفوا حليب مكثف محلى. لا هي المكسرات نص بنص يعني، الاثنين على بعض كوباية يعني. يعني كوباية كوباية وشوية ربع. بعدين المكسرات زي ما هم عايزين، ممكن يحطوا بس لوز، ممكن يحطوا بس جوز، ممكن يحطوا فستق. يعني كل واحد بيحط المكسرات اللي بيحبها. انا بحب اللوز والجوز اكتر حاجه. طب غدا؟ نعم هتشردق على فكره. ليه؟ على قلبك سمير، شكرا. طيب في مشاركه اجت على الفيسبوك قبل شوي قريتها بس ضيعت وين السؤال، بس حفظت السؤال. رجعوا سألوا انت ايش بتفضلي انه ينحط تحت العجينه، سواء البيتزا او اي عجينه؟ السميد. عشان شوي تقرمش. السميد هو أوكي. السر في السميد، هو اللي كتير بيخلي العجينه من تحت كده مقرمشه، وكتير بتفرق في الخبز كتير. لازم تجربوها، لو جربتوها مش هتبطلوها خالص حكايه السميد دي. حتى مع كل المعجنات بتبقى حلوه من تحت. طيب احنا الزبده عندنا هنا اضطريت شويه اسيحها على النار لانها كانت جامده. اوكي. وده البسكوت طبعا العبوه اللي عندنا طحنتها. طيب ناخد اتصال. خلينا هنحط بس معاها القرفه. يلا مع البسكوت حطينا القرفه. اتصال. مي. مي صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ منيحه مهل والله. صار لي ساعه على الخط. صار لك ايه؟ ساعه على الخط. صار لي ساعه على الخط. يعني بنعتذر منك بس هلا قدرنا نحولك. لا دنكري عادي. اهلا وسهلا فيكي. كيفك غدا؟ كيفك انت؟ الحمد لله. انت كيف؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ منيحه يسلموا عليكي. الله يسعدك. شكرا حبيبتي. شكرا. هاي انتي بتسلم عليكي. يلا مرحبا. اهلا اهلا. كيفكم؟ كيفك انت؟ تمام. منورين الساعه. الله يخليكي. واكلاتك غاده كثير حلوه. الله يسعدك يا ربي. شكرا ليكي. شكرا. يخلينا اياكي كل يوم تطلعي منوره هيك. الله يخليكي يا ربي. شكرا. تسلمي يا ربي. شكرا. الله يخليكي. يعطيكي العافيه. الله يعافيكي. شكرا كثير ليكي. هشومة بسلم عليكم. سلمي عليك كثير هشومة حبيبتي. شكرا. مع السلامة. باي. طيب هنحط العجينة دي، يا إما بنخلطها الزبدة مع في المكنة وإحنا بعد ما بنطحن البسكوت أو بإيدينا، بس المهم إنها يعني أتأكد إن كل البسكوت وصلوا الزبدة. هي أنا القاعدة أي إشي حلو فيه تمر كتير بحبه والله. يلا هيصي بقى النهاردة. أيوة النهاردة عشان أنت جوعتي كتير في فقرات التزيين. أتدور جوعا. تدورتي جوعا. أنا يمكن أكثر واحدة مبسوطة، يمكن هاي كل الستات رح يكرهوني. أنا أكثر واحدة انبسطت لما فقرة التزيين اختفت ختمت يعني. ضحت هيك. أنا شكة فيكي. أشك فيكي أنت. أنا السبب. لا لا أبدا مش أنا السبب، عم بمزح. لا 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 إحنا بنعمل في التزيين بس مش هيبقى كل أسبوع يعني. هنعمله في المناسبات يعني، مثلا كريسماس جاي هنعمل تزيين، عيد الأم بنعمل كده يعني. حلو. آه. طيب عنا اتصال.
تانية ايش بدك تحطي هلا سريعا؟ ولا حاجه، احنا حطينا البسكوت والزبده والقرفه وهكبسه بس شويه علشان ما يفرطش واحنا بنقطعه. طيب دانيا، هلو. الو دانيا، صباح الخير. اهلا وسهلا يا دانيا، في الاخبار؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ تمام والله. اهلا وسهلا. الحمد لله. عندك اي سؤال غاده؟ عندك سؤال؟ بدي اسال غاده. شكرا شكرا شكرا، تفضلي. صباح الغير، صباح الفل. اهلا اهلا، ازيك؟ انت ايه اخبارك؟ تمام والله، شو هالحلو هذا، منوره. الله يسعدك يا ربي، شكرا، تسلمي يا حبيبتي غاده. بس بدي اسالك على العجينه الاولى، ما تبعتك من اولها. عايزه مقاديرها؟ لا لا، اخذت مقاديرها، لحقت المقادير، بس ما شفت كيف عجنتيها وعملتيها. هلا المي كنت مخدعها فاتره ولا سخنه؟ لا فترة. فترة ولا باردة؟ فترة بس علشان تساعد ان الخميرة تعمل تخمر معنا بسرعة العجينة. يعني الخميرة بتحطيها مع المي مش لحالها مع الطحين بصي انا بحطها لوحدها لما بتكون خميرة جديدة، بس عشان اتأكد انها شغالة. بس هي دي انا خبزة منها الصبح ومتأكدة انها الخميرة مش بايزة، مش يعني حتنف يعني شغالة كويس، فحطيتها على طول على العجينة. يعني عادي لو احطها مع المي ما بصير لها شيء؟ لا لا عادي، مع شويه ميه دافيه ومعلقه سكر. والزيت غلبت كمان الزيت. بصي انا حطيت كل الحاجات الجافه مع بعضها، اللي هو الطحين والحليب البودره ورشه الملح ورشه السكر والخميره، قلبتهم كده بسيط، وبعدين حطيت الزيت والميه وعجنتها وسبتها. زيت نباتي مو؟ نعم زيت نباتي. زيت نباتي. دانيا احنا بنتشكر اتصالك، شكرا. طيب طيب دلوقتي شوف. خلاص احنا عم حطينا القاعدة عندنا، هناخد اول حاجة بنحطها التمر. انا هنا عندي تمر يعني مقطعينه خشن، مش عجوة، تمر عادي بس مقطعينه. اوكي، هناخده نوزعه على وش كتير الحلى ده، طعمه ما تصوريش قد ايه حلو. وبعدين اللطيف ان فيه انه سريع، ويعني مثلا لو جالك ضيوف فجاه ما بياخدش غير ثلث ساعه. ما بياخد، حلو، ما بياخدش غير ثلث ساعه في النار. وشكله زاكي لانه مكوناته زاكيه كتير. يعني شوفي الشوكولاته كتير بتليق على التمر، والمكسرات كتير بتليق على التمر، الحليب مكثف محلى، والحليب المكثف المحلى بيقلب على التوفي لما بنحطه في الفرن. فهنحط ده، حطيناه هنا عندنا المكسرات. انا حمصتها شويه في الميكروويف. انا بحمص في الميكروويف بدل الفرن، اسرع وما بياخدش وقت، بس كل دقيقه بقلبها تقليبه خفيفه. اوكي والله. بحط المكسرات. طيب بدي اذكر كمان مره بالسؤال، اذا باي يوم يعرض برنامج طب غير؟ الخيارات مبينه قدامكم، واحد الاحد او اثنين او اثنين حاجه من الاثنين. طيب تبعتوا لنا اس ام اس رقم 96980 زي ما هو مبين قدامكم على الشاشه، ما ضل معنا وقت كثير اوكي لحتى تبعتوا لنا الاس ام اس والجواب. خلاص دلوقتي حطينا التمر وعليه الجوز، هناخد بقى قطع الشوكليت شيبس اللي عندنا، ودي طبعا موجوده في السوبر ماركت، لو محدش عايز يشتريها او مش متوفرة. أي شوكولاتة عندنا من الشوكولاتة اللي بنحبها بنقطعها قطع وبنحطها عشان تسيح وبنحطها. بس هو الحلى ده لما بنحطه شوية بس بيلزق من الأطراف، علشان الحليب المكثف بيلزق والشوكولاتة بتلزق، فبس وإحنا بنفتح لازم نتأكد كويس إن إحنا فصلنا الأطراف عن الصينية. طيب أوكي، لأنه هذا كمان لما يسيح بده يعني ممكن يطلع لبرا، صح؟ زي لا ما حكيتي بيلزق، بس بيلزق في الاطراف شويه. بيلزق، ما بيفرد. بيفرد لا مش بيفرد قوي، الشوكليت شيبس ما بتفردش قوي زي ما انت فاكره. في الكوكيز ازاي بتكون زي ما هي واحده. اوكي، بس هي بتلزق في الاطراف شويه. اوكي فحطينا الشوكليت شيبس هنا. طب انا بدي اقرا هيك سريعا تعليقات عشان ما يزعلوا مني. سمر سبايلة، أم عبود عمري، دانا باربي، يعني بتشاركك اللقب أحياناً. دانا بتشاركك اللقب أحياناً. نقدر نقرأ كتير تعليقات، أحياناً صراحة ما بنقدر نقرأ كل التعليقات لأنها أصلاً كتيرة. شو غادة، في إيش تاني؟ عايزين نحط الحليب المكثف. يلا حط. أوكي، بنوزعه على كل الوش الصينية عندنا بحيث أنه يغطي كل
الصينية علشان لما يتكرمل ويبقى زي التوفي يبقى مغطي كل المكونات اللي عندنا. أنا لما كنت صغيرة كنت أعمل سندويشات حليب مكثف محلى. والله؟ آه ما يعني كتير أحبه. كتير ناس بيحبوه من غير أعمله سندويشة. آه مش عارفة أقول إيه. خلاص أنا أحبه هيك سندويش. آه كتير ناس بيعملوا كده. سمعتش عنها كده. طيب بس طيب. لطيفة. أكيد الولاد كلهم بيحبوها صغيرين. هو الحليب المكثف المحلى ده صغيرين وفي كبار والله بيأكلوه بالمعلقة كتير بيحبوه. قبل المعلقة باكله بال خبز. بالخبز ها. طيب بناخده بنحطه على فرن درجة حرارة 180 بالظبط لمدة 20 دقيقة بس. شو سهل. خلصت. ولا محتاجة كده ولا كده. بتتحط بس لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة بنطلعه من الفرن. طب أنا بدي أقول إنه ضايل بس تقريباً 3 دقايق للتصويت أو لتبعتولنا SMS لسؤال اليوم لحتى تربحوا هالجائزة المميزة من كنود. كمان مرة بنذكركم سريعاً كتير غششناكم يعني أظن. بأي يوم يعرض برنامج طب غير على قناة رؤيا الأحد أو الاثنين. ابعتوا رقم 2 أو الثلاثة أو زي اليوم. الاسماس كمان مرة رح يبين قدامكم على الشاشة. استعجلوا لما تبعتوا لهم زي ما قلنا لكم ما ضل إلا من يعني تقريباً 3 دقايق رح نوقف استقبال الرسائل. يلا شو؟ وين راحت الكعكة؟ وين راحت الكعكة؟ هي فين الكعكة؟ هي عندك. طيب هنجيب الطبق. مسكاها وسريعة شايفة ما بتاخدش وقت خالص. هلا يفضل ناكلها سخنة ولا لا؟ لا يعني بتتاكل. وبعدين شايفة الشوكليت شيبس ازاي ما ساحتش. بس بيمسكوا في بعض. قلنا حتى بس بنحطها بالفرن تقريبا ثلث ساعة بس 20 دقيقة. بس 20 دقيقة على درجة حرارة قد ايه؟ 180 على درجة حرارة. بعدين ممكن تتعمل كمان في صينية مربعة وتتقطع بتبقى اللي هي مش مربعات دول بيتحطوا مع بعض. وممكن تتعمل في قوالب التارت الصغيرين كل واحد بياخد واحدة بس. يعني كل كمان واحد كمان فكرة حلوة. كل واحد حر طبعا بيقدمها بالطريقة اللي هو عايزها بيحبها طبعا. وها هي الحلوة.